ذكرت شركة نتفليكس عملاق الترفيه وصناعة المحتوى التلفزيوني أنها سجلت خسارة في عدد مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد، وذلك في الربع الأول من هذا العام. وأكدت الشركة أنها فقدت 200,000 مشترك في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ عدد إجمالي المشتركين 221,600,000 مشترك، مقارنة ب 221,800,000 مشترك في الربع الأول من العام الماضي. وسجل سوق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في عدد المشتركين، فيما تراجعت الأعداد في كل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا. صدمت الأخبار بورصة وول ستريت ودفعت الأسهم للهبوط ب 35% يوم الإعلان، ما أدى إلى القضاء على 50 مليار دولار من القيمة السوقية. وكان هذا بعد أن انخفض سهم نتفليكس بأكثر من 40% منذ بداية العام. يعزو الكثيرون تراجع المنصة إلى حجم المنافسة الكبير من شركات مشابهة مثل أمازون برايم، أبل بلس وديزني بلس. تم إطلاق نتفليكس عام 1997، وكانت حينها شركة متخصصة في خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة، وأسسها مارك راندولف وريد هيستينغ في سكوتس فالي بكاليفورنيا. في عام 2007 بدأت نتفليكس تقديم خدمة البث الحي التي تتيح للأعضاء مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مباشرة وعلى الفور. تقدر ميزانية الشركة بأكثر من 25 مليار دولار، وتقول الشركة إن صافي ربحها بلغ ملياراً و400 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي. أما عن المسلسلات الأكثر كلفة في الإنتاج، فقد أدفقت نتفليكس أكثر من 13 مليون دولار لإنتاج كل حلقة من مسلسل التاج أو The Crown الذي يعرض حياة ملكة بريطانيا. نتابع التقرير ونسأل ضيفنا عن سبب تراجع المنصة الرائدة صاحبة الطفرة في عالم الترفيه وعن مستقبلها هي والمنصات الشبيهة. عام 2022 لم يكن الأفضل لنتفليكس رائدة عالم الترفيه وصناعة المحتوى، والتي خسرت فيه أكثر من 200,000 مشترك للمرة الأولى منذ 10 سنوات. قلق يسيطر على المشهد، ولا سيما على الخبراء الذين ينظرون بتفاؤل إلى شركة نتفليكس على أنها العمود الفقري لصناعة الترفيه، ويتساءلون كيف سيبدو مستقبل الشركة وكل البث المباشر. عملاق الترفيه الذي تم إنشاؤه عام 1997، ومنذ ذلك الوقت وشركة نتفليكس بدأت بالنمو تدريجياً لتكتسح المشهد وتسيطر على عالم الترفيه، ويزداد وجودها في دول العالم حتى باتت متاحة في معظم الدول عام 2016. رغم أن نتفليكس تسيطر على حصة كبيرة من السوق، إلا أنها شهدت تراجعاً هذا العام وخسرت مشتركين. المنصة الأمريكية العملاقة أوضحت أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا. وأضافت في بيان إن جائحة كوفيد أعطت صورة ضبابية من خلال تضخيم نموها في عام 2020، ما دفعها إلى الاعتقاد بأن معظم نموها المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد. وكلف الانسحاب من السوق الروسي عقب غزو أوكرانيا نتفليكس 700,000 مشترك، بينما ألغى 600,000 شخص في الولايات المتحدة وكندا اشتراكاتهم عقب رفع قيمة الاشتراك كما قالت الشركة. كما أن المحللين الاقتصاديين يقولون إن زيادة الأسعار والتضخم الاقتصادي العالمي بدأ في التأثير على العائلات. وعلى سبيل المثال، ألغت 1.5 مليون عائلة في المملكة المتحدة اشتراكاتهم في الشهور الثلاثة الأولى من السنة، وقال 38% منهم إنهم يرغبون في توفير النفقات، وذلك في أعلى نسبة من نوعها حتى الآن، وفقاً لشركة كانتار لأبحاث السوق. خسارة نتفليكس مشتركين أمر مهم جداً بالنسبة إلى شركة كانت تكسب مشتركين بشكل ثابت على مدى عقد،
إلا أن الكثير من المحللين يرجعون أسباب التراجع للمنافسة القوية لمنصات مشابهة، ولا سيما أمازون برايم وأبل بلس وديزني بلس. المنصات الثلاثة لم تبدأ كشركات صناعة محتوى، فهي شركات رفيدة لعمالقة في مجالات التكنولوجيا وخدمات التوصيل وصناعة السينما، وتمتلك ميزانيات أضخم بكثير من ميزانية نتفليكس، ما يعطيها اليد العليا في ضخ الأموال في صناعة المحتوى وزيادة المنافسة. على سبيل المثال، تبلغ إيرادات شركة أمازون الأم حوالي 470 مليار دولار، وشركة أبل حوالي 378 مليار دولار. هذا كما أن شركة ديزني الشهيرة بصناعة السينما تتمتع بميزة كبيرة، لأن لديها خبرة في صناعة الأفلام منذ عقود، ويرجح أنه مع انتهاء مدة العقود مع خدمات البث الأخرى ستقوم ديزني بسحب أفلامها تدريجياً من شركات مثل نتفليكس وجعلها حصرية على خدمتها ديزني بلس. لكن ما يميز نتفليكس عن هذه الشركات المنافسة هو محاولتها التغلب عليها بالتركيز أكثر على إنتاج محتواها الخاص، إذ أنها تنتج مسلسلات وأفلاماً أجنبية من جميع أنحاء العالم، ولا سيما اللاتينية والإسبانية مثل لا كاسا دي بابيل، ومسلسلات عربية وأسيوية وغيرها، في حين أن المنصات الأخرى تتابع في تركيزها على صناعة المحتوى الأنجلوساكسوني بنكهة هوليوود والموجه لا سيما للمشاهد الأمريكي. وبالإضافة لسرقة الحسابات، تقول شركة نتفليكس إنها واجهت رياحاً معاكسة لنمو الإيرادات، حيث رفعت أسعار الاشتراك مؤخراً على الرغم من الإشارات التي تكشف تباطؤ نمو المستهلك، حيث تكلف الحزمة الشهرية الأساسية الآن لعملاء الولايات المتحدة 15.49 دولاراً. وفي سعيها للنمو، تقول الشركة إنها تركز على الأسواق الدولية والبحث عن طرق للحد من مشاركة الحسابات التي تقدر أنها تشمل 100 مليون شخص، بينهم أكثر من 30 مليوناً في الولايات المتحدة وكندا. وتسعى الشركة للحصول على دخل إضافي من الإعلانات التجارية والمشتركين الذين يسمحون لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم باستخدام حساباتهم. مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو، سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة عائداتها، في حين يشير الكثير من الخبراء لمنافسة أكثر شراسة بين منصات البث التلفزيوني في الأعوام القادمة. معنا من بيروت الصحفي المتخصص في التكنولوجيا والتطبيقات عمر قصقص. سيد قصقص، ما الذي يجعل منصة ترفيه عملاق ترفيهي مثل نتفليكس يتكبد كل هذه الخسائر؟ نعم، أكيد ما كان حدا متوقع اللي خلال السنوات الفائتة يعني الأويرنس اللي عملتها منصة نتفليكس إنه يبلش الانحدار. وذكرتنا منصة نتفليكس بمنصة تويتر اللي كمان أول ما قلعت عملت أرباح كبيرة ورجعت نزلت. أعتقد عدة أسباب لها علاقة بالخسارة أو بلشت تشهدها منصة نتفليكس تخسر كتير، اللي هي وجود المنافسين اللي طلعت بوش نتفليكس، منا الأبل، منا الأمازون، في عدة منصات بلشت، ومنا منصة شاهد، منا عدة منصات بلشت تطلع بوش منصة نتفليكس تعطي نفس الكونتنت، بل وصارت تاخد حصرية المواد، حصرية الأفلام، حصرية المسلسلات هديك المنصات. وقت بلشت منصة نتفليكس تعرض أقل كونتنت، أقل أفلام، أقل مسلسلات، تنزل منصة وترفع قيمة الاشتراكات حتى محدودة. نعم، بينما العروضات كمان ما شدناها على نتفليكس مثل عدة منصات بقول لك مثلا تدفع دولار وست أشهر ببلاش، أمرار بيكون في مناسبة معينة بيقولوا لك مثلا بيكون الاشتراك الشهري 10 دولار، بقول لك انت فور لايف صار فيك تدفع 2 دولار اذا بتشترك خلال هيدا الشهر. بينما بنشوف نتفليكس
13 دولار بالشهر وفي يحطوها على كل التلفزيونات، فالشخص في يشترك مثلا ب 13 او 14 دولار، هلا بلش يحطوا انه كل تلفزيون بتزيد عليه تدفع دولار وفاصل 36 او شيء، بس ما عم نشوف عروضات، ما عم نشوف عم تدخل على العالم العربي بما يلزم مثل ما دخلوا عدة منصات اللي هي منافسة. سأسألك بعد قليل سيد قصقص عن 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 التجربة عن التجربة في العالم العربي، لكن أنت أرجعت أمر خسارات نتفليكس الواحدة تلو الأخرى إلى موضوع المنافسين، لكن أليس هذا شيء طبيعي أنك في السوق لن تكون لوحدك وسيكون هناك معك منافسون؟ صح، شيء طبيعي، بس مثلا اذا بدي نرجع اول ما طلع التيك توك، اوكي، اول ما طلع التيك توك بلشت العالم تتجه له، شوف شفنا انه الفيديوهات اللي هي عباره عن 15 سنه او 19 سنه هي المنتشره، والفيديوهات الريلز اوتوماتيك شركه فيسبوك عملت على انستغرام ريلز، طورت منصه انستغرام، رجعت فاتت بخاصيه ستوري، ورجعت راحت هالريلز صارت هلا على فيسبوك، وعم بتطور كمان فيسبوك بالريلز والستوري. مشكلة نتفليكس إن ظلت ثابتة محلها مثل تويتر، منصة تويتر ما في تطور بالعروضات، ما في تطور بكيفية العرض، ما في تطور بالكونتنت اللي عم تعمل معهم كونترايات، إلى جانب ما عم بتفوت على البلدان اللي فايتين عليها منافسينا، زائد السرقات اللي عم بتصير من منصة نتفليكس. يعني ممكن منصة نتفليكس تحط مسلسل بعد مثلا يوم او يومين بنلاقيه على عدة منصات ما بدنا نذكر اسمها على الهواء، اللي هي بتسرق هيدا المحتوى وبتنزله عندها، فنونيد انه اليوزر بقى يشترك بنتفليكس لحتى يروح. بنشوف غير منصات عم بتقدر تلعبها بسكة اكثر من ناحيه الكوبي رايت ومن ناحيه يعني ضبط عمليات القرصنه البلدان، يعني المليئه على الانترنت. لكن سيد قصقص، تحدثت عن المحتوى، الم تقدم نتفليكس فعلا او هي كانت رائده في تقديم محتوى مختلف، محتوى من دون رقابه، محتوى جريء كما يوصف بعيدا عن اي رقابه سياسيه او مجتمعيه او دينيه، وهذا ما اكسبها شعبيه؟ ممكن الهجمات اللي صارت على نتفليكس بالأردن وغير بلدان نتيجة عرضها لوثائق معين أو عرضها لمسلسل معين أثار جدل عدة الرأي العام بعدة بلدان، ممكن أثر عليها بشكل سلبي، بس أعتقد أنا برأيي بتضل ليميتد، يعني الرأي العام بالنهاية إذا هجم على أي شغلة جمعة جمعتين شهر شهرين بينسى، إذا نزل محتوى قوي كله بيتجه لها، بس في احتمالية، يعني في احتمالية تكون هيدي ردة الفعل للرأي العام بعدة بلدان عربية أو غير عربية أثرت بمطرح معين على نتفليكس. بس كمان يعني مثل واحد نتفليكس مثل عملة الواحد القوص، هو عم بيركض بلش يقوص حاله بإجريه وما راح المستشفى تعالج ورجع نزل ركض، دلو منصاب وعم بيركض. طيب بهذه الحالة بلشنا نحس بتراجع بنتفليكس، طيب بينما شفنا المنصات المواجهة هي اللي عم ترتفع. طيب بهذه الحالة هل سيستمر برأيك الخط البياني لنتفليكس بالنزول، أم هي قد تتخذ ربما إجراءات إسعافية مثل تغيير المحتوى أو تقديم إنتاجات أكبر مصروف عليها أموال أكثر؟ نعم، بحسب التسريبات اللي عم بزبطوها، يعني اللي عم بيعملوا معهم مقابلات الصحف العالمية، يقال أنه خلال 6 أشهر نتفليكس حتعمل إعادة هيكلة لإدارتها ولكيفية المحتوى وعرض المحتوى وكل هيدي التفاصيل وتطوير التكنولوجيا لتتناسب مع كل التلفزيونات، وممكن نرجع نلاقي انطلاقة جديدة وكونتنت جديد. أنا بنظري المنافسين اللي بوش نتفليكس سابقين كتير، من الصعب أن تقدر ترجع تروح باتجاههم إلا إذا انكب مبالغ مالية هائلة وفكر جديد ونظرة جديدة لهالمنصة لتقدر ترجع تروح على منافسينا وترجع تكون رائدة. طيب بهذا نعم. العالم مثل ما سبق وعرفناه. نعم. سيد قصقص، ماذا عن العالم العربي؟ هناك بعض التجارب لمنصات عربية على غرار نتفليكس، هل ترى أن لها مستقبل في العالم العربي؟ أنا برأيي هيدا الجيل
هيدا الجيل اللي هو افترضنا من ال 14 لعمر 35 ما بقى يهمه التلفزيون، ما يعني ما بقى يتطلع بالتلفزيون، صار بهمه يتحكم هو شو بده يحضر وبالتوقيت اللي هو بده اياه، بالتوقيت اللي بيفضى هو يحضر تلفزيون. اعتقد هيك نوع من المنصات هي الفيوتشر، هي المستقبل. حتى اذا بتشوف المنصات المنافسه لنتفليكس صار عندها لايفات، صار عندها بودكاست، صار عندها 1500 شغله اوبشنات بتريح الشخص. يعني حتى عم بيعملوا كونترايات مع عدة تيفيات بيسجلوا انت اذا في مسلسل او 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 بروجرام معين بدك تحضره بتقدر انت ترجع له بظرف ثواني معينه، وهيدا اللي ما راحت عليه نتفليكس. نعم. بنشوف اكيد 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 الريت تعول التيفيات، هلا نحن على التيفي بس انه التلفزيون العربي قوي كثير على السوشيال ميديا، عم بيعرف يتوجه للسوشيال ميديا. اعتقد الفيوتشر هو للتوجه انه ما يتحكم به المشاهد وليس ما يتلقاه. طيب. بناء على راي المحطه انه انا لازم هذا التلفزيون هذا البروجرام عرضه الساعه 5 لان في اودينس. نعم. عم يحضرني. لا، هذا الجيل هو عم بيتحكم بكل شيء بحياته، ديمقراطيه الاختيار، سمارت فون، التطبيقات. نعم. يريد ان يكون لديه الحريه في اختيار كل شيء. شكرا جزيلا. الصحفي المختص في التكنولوجيا والتطبيقات عمر قصقص.